مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى بطلب عدد كبير من المغاربة أنني نتناول القصة ديال آية. آية شابة طموحة، القصة ديالها وهي تعرفوها بزاف ديال المغاربة. آية كما قلت في السابق شابة طموحة، شأنها شأن أي مغربية، لها طموح، زوجات كتمنى أشياء جميلة في الحياة. هي على صلة وعلى قرب من المغاربة بشكل كبير، دارت قناة حاولات ما أمكن رفقة الزوج ديالها أنه تأقلم في المجتمع بشكل إيجابي. مشاهدينا الكرام، إلا أن واقع الحال، القضاء والقدر له رأي آخر. آية في ظروف جد صعبة، غادي نعاود القصة ديال آية من الأول. السلام عليكم. آية المشهورة بإكشوان، ياك غادي تعاودي معايا القصة ديالك من الأول، كيفاش تزوجتي، كيفاش كانوا المغاربة احتفلوا لكم بعرس، كيفاش تعرفتي، تشهرتي، درتي قناة، وليتي كتبدعي في الحلويات، درتي محتوى راقي، في الأخير لقيتي الحياة الأسوأ وأنت معايا الآن وتدرفين الدموع. حاولي ما أمكن تعودي ليا من الأول باش الرأي العام يتبع معانا. يلا من الأول ديالك. ما شاء الله سيدي، كما كيعرفوا المغاربة كاملين، أنا خرجت للزنقة عندي 14 عام. أنا خرجت للزنقة صافي، بقيت كندور في الزنقة، تلاقيت مع إكس وان إكن وان وأنا عندي 14 عام. صافي تلاقيت أنا وياه، داني لدارو، معرفني بلي أنا ما عندي حتى شي واحد غير كندور في الزنقة. داني لدارو بقيت معاه لمدة توصلت 17 عام. ملي وصلت 17 عام مشيت كنخدم في داك، بلا ما نذكر السمية ديالو، فواحد مركز تجاري معروف، كنخدم في الميناج. الناس اللي كيعرفوني راه غادي يعاودوا لكم كل شيء. كنخدم هذيك 1500 درهم، لحقاش هو ما عمره ما خدم في حياته، ما كانش عنده ديك الساعه حتى لاكارت ناسيونال. صافي واحد النهار عاوتاني مشيت، عاوتاني خرجت من الخدمه، لحقاش جا مبالغ بلي انا اني باقا صغيره، كيجيو الناس تما لاباس عليهم وداك الشيء، ما خاصهمش يشوفوني تما، كاين انا صغيره كندير الميناج، ما يجريو عليا. صافي جراو عليا، مشيت كندور كنقلب عاوتاني على خدمه، مشيت لمارشي سونترال، راه الناس كلهم كيعرفوني تما، كنا في مارشي سونترال كنخدم بحال كتاف، يعني ما كندير حتى شي حاجه خايبه. صافي حتى واحد النهار ودار واحد الفيديو وخرج بديك اكن وان، وانا وياه كنا كنلوحو في التصاور ديالنا في فيسبوك. منين حنا دوك التصاور، منين دار هو داك الفيديو ديال اكس وان اكن وان، انتشر داك الصور ديالي انا وياه، جاو الصحافه بغاو يديروا معايا فيديو انا وياه. صافي انا منين شفت الصحافه قلت هذاك الشيء اللي كاين. صافي الناس داروا لنا عرس، يعني تبدلت الحياه، جات حياه زوينه، تحيدنا من الفقر، ما بقيتش انا خدامه، يعني فرحت واحد الفرحه زعما زوينه. صافي دوزنا 3 سنين ديال الزواج باليوتيوب، باش نوضح الناس المغاربه انه واحد الكلمه كان كيقولها وكيضغط عليا، يعني هو دائما انني تحت السيطره ديالو، يعني اي حاجه كيقولها لي هو خصني نديرها ولا ناكل العصا. راه ضربني هنايا 7 الغرزات في راسي، وكل اللي منشخشخه في راسي ضربني بكوكوط، هذاك المسمار ديال الكوكوط هو راه كيشوف فيه وعارف. داك النهار والناس ديال السعاده ديال الشليحات عارفين كل شيء، كتبعني بجنويات في الدروج، ومع ذلك صبرت وبقيت كنقول ما عندي فين نمشي، لا ما نبقى عايشه هكا، ولا نبقى نمشي نخرج ندور في الزناقي. لحقاش انا ملي نخرج من دارنا والدي جداتي اللي كانت مربياني وجدتي الله يرحمها ما بغاوش يدخلوني للدار، تعرف يعني دوك الناس اللي كيكونوا صحراء وما عندهمش مع هادشي. انا ما خلاتني عند 3 شهور، هربات وسمحات فيا با سكيري، فين ما كيشوفني كيتفكر امي. صافي ملي كنبغي نرجع للدار ما كيخليونيش نرجع، شنو غادي ندير؟ صافي صبرت، رضيت بقضاء الله وبقيت مع داك السيد. دوزنا العام الاول ما خدمش، دوزنا العام الثاني ما خدم، جات كورونا، قلت لي انا راه غادي نمشي نعاود نرجع نخدم في مارشي سونترال كما شفتوا فيديوهات ديالي. هنا قبل ما ديري القناه ولا ملي درتيها؟ لا قبل ما ندير القناه، ما كانش دايره ديك الساعه القناه. صافي مشيت لمارشي سونترال كنخدم، كنجيب ديك 100 درهم في النهار، كنخلي فلوس ترونسبور ديالي، وكان المهم عايشين الحمد لله. بعد تليفوني على قبلو، شحال من حاجه درت على قبلو، كنقول زعما راه دار فيا. وليت يقول لكم الانسان اللي دار الخير في شي وحده واش غادي يخرج
يضرب لها في الشرف ديالها ويعين لها الام لا ديالها. غادي نوصل لهادشي، غادي تناقشي معايا دابا، غادي معاك انت كتبكي وصابره معايا في الحوار وانا حاس بيك. لقيت انا مرات واخ واخ انا غنمشي معاك شويه بشويه، غادي تبداي معايا دابا ملي درتي القناه كيفاش توفقتي فيها، كيفاش مشيتي، اشنا هو اللي غيغير لك السعاده لما هو أسوأ، هنا فين غنجيو الاشكاليات. صافي عاودي معايا ملي درتي القناه. ملي درت القناه كندير فيديوهات عاديين زعما ديال الطبخ، محترمه راسي يعني داخله سوق راسي، ما كنديرش فضيحه في اليوتيوب، ما عمرني خرجت زعما بشي شوهه ولا بشي حاجه، دائما يعني في الفيديوهات ديالي كاملين نقيين. يعني هذا الموضوع هذا ما عنده حتى شي علاقه بالقناه. هنا درتي القناة توفقتي فيها، الدعم المغاربة دخلوا معاك ساعدوك مزيان. واخا الحمد لله. واخا بقي معايا باش نقدو السؤال. غادي دابا تعاودي لي شنو هو اللي غير، ما هو جميل ما هو سيء. صافي اعطيني شنو هو اللي غيغير هاد العلاقة حتى يخرجوها في التصريح نسمعوا بانه شي مشات لواحد الدولة وهذا الشيء ما كاينش بأدلة أخرى. يلا تفضل. أنا جايك لهذا. واحد النهار ما علينا بينا، علاش بقى في الحال مني أنا وياك ما مخاصمينش، ما يعني بينا أنا وياك بخير، ما كاين لا صداع لا مشاكل لا والو. جيتي عيطت هوهم بلي بشراب كل شيء، عيطتي عليا قلتي لي صافي أنا غادي نمشي مع الدراري سكران في البار. قلت لي سير، انا سيت ما غاديش نحبسو في الدار، ما غاديش نشدو، غادي نقول ليه جلس الصحه في الدار. صافي قلت ماشي مشكل. مشى نهار الحد الليل كامل ما جاش، وصلت 8 ديال الصباح ما جاش، كنعيط ليه الو فينك فلان، قال لي انا ركا وما قادرش نمشي. صافي قطعت التليفون. عاوتاني مع 12 كيصوني ليا هو، الو السلام عليكم. عليكم السلام. صافي انا وياك سالينا بعدين مني راه سمعت في اوديو في انترفيوات اخرين يعني كيقول لي صافي انا وياك سالينا ودوز لي. كنقول له واش بيت معاه، كيقول لي اه بيت معاه. كنقول لي صافي يلا. صافي هو يقطع التليفون. صافي انا ديك الساعه ما عرفت باش تبليت، مع انا كنهضر معاك دابا وكل اللي كنترعد ومريضه ربي العالم بيا. مرضني في صحتي الله ياخذ في الحق، مرضني في صحتي ومشكلة انا اللي مظلومه. ومني خرجت من الدار جيت لكازا، جيت لعند جداتي، صافي هزيت الورقه ديال الزواج ديالي، مشيت عند المحكمه، مشيت عند المحامي. يا ربي صافي انا اللي خلصت، عطيته 1000 درهم في الاول باش يبدا لي الاجراءات وداكشي. صافي حتى بديت الخدمه ديالي في الصالون عادي. واحد النهار خارجه بالليل ماشي 8:30 غدا في الشارع، ما تلقاوليش فرد داو لي الساك في القناه ديالي، وانا رغم وقع لي هادشي كامل ما خرجتش وما بغيتش يعني البوز والشوهه. لحقاش ملي نتزوج انا وداك السيد ما تزوجناش في الاعلام، تزوج فينا. انت ملي عندك القناه من مورا مشيتي لواحد المجال اخر، واحد الحرفه كتخدميها، كديري الحلاقه. ديك الساعه كانت العواشر وداك الشيء، كديري الحنه. اه كندير الحنه قبل من العواشر، كنت خدامه معاه في الصالون، كنصاوب الضفران وداك الشيء. صافي انا ما بغيتش نخرج نشوه راسي ونشوه راسي قدام الملا. صافي يعني تفارقت انا وياك، صافي سالينا، نقولوا انا خايبه، نقولوا انا ما مزياناش، نقولوا انا ما كنسواش، نقولوا انا قولوا فيا اللي بغيتو. ولكن داك السيد علاش خرج كيهضر فيا؟ علاش خرج انا اللي مظلومه؟ علاش خرج انا ما هضرتش في الاول؟ علاش هاد السيد ما بغاش يبعد مني؟ البارح نزلت راسي شوفو قمشت راسي كل اللي كندير هكا. حاولي لا يمكن الله يستر. بعد مني السيد، انا بغيت يبعد مني، انا كنترجى المغاربه كاملين السيد يبعد مني ولا غندير راسي بشي حاجه. خويا كريم دار لي مشروع، ما فهمتش انا السيد اشنو بغى عندي، اشنو بغيتي عندي؟ دابا انتي الوقيته اللي درتي الاجراءات القانونيه المسطره غاده. هذا وخرج هو كيخرج بفيديوهات كيقول لهم بلي انا طلقتها، هو راه باقي ما مطلقش وكيخرج. انت اللي دافع الدعوه ديال الطلاق؟ انا اللي رافع الدعوه ديال الطلاق، وانا اللي يعني ما بغيت منه والو. واخا هو النهار اللي دفعتي الدعوه ديال الطلاق هو كيجي يحضر؟ لا ما عمره ما جا حضر، حيت هو راه حاليا راه غير كيدور. وصلت الدعوه ديالك دابا المحامي اللي دايره انت كيمشي معاك شنو كيقول؟ باقي يعني باقي لي باقي خصو يتوصل بالبلاغ ديالو، حيت هو ما عندوش دابا حاليا شي دار فين كيسكن اخر كيدور. حاليا دابا انت فين ساكنه؟
انا ساكنه مع واحد السيده اللي هي اللي لقيت فيها الخير وهي اللي واقفه معايا. راه كيعرف اخويا كريم وكيعرفوها تقريبا، راه المغاربه بداو كيعرفوا هي. وليت كنقول لها ماما انا اللي ما لقيت فيها، اللي لقيت فيها الام ديالي ولقيت فيها كل شيء. انا قلتي لي يا كريم، انا غادي ندخل نناقش معاك الموضوع ديال كريم. كريم جوك يوتيوبر، كان هو خرج ولا بصريح اكثر من كيدوي. خويا لقيت خليني فيه نقد معاك الخير. السؤال الا كان ممكن، ساعديني واخا. انا راح حاس بيك ومعاك غير حاولي ما امكن تساعديني. المغاربه طلبوا مني نجري هذا الحوار، انت ربطتي معايا الاتصال، تواصلت معاك، حاولي تساعديني باش الناس توضح عندهم الصوره. كريم جوك يوتيوبر، تفاعل معاك، تساعد معاك بناء على معطيات قالهم هو انك مشيتي لدولات الخليج او شيء من هذا القبيل. انت تبتي العكس في التصريحات في القناة ديالو، شافوها الناس عرفوا الحقيقة. كملي. انا ديك الوقيته فاش كنت خدامه من الدوليه تليفون، ما صافي انا ما بقيتش باغا في الاول من وقع لي هادشي، صافي كرهت اليوتيوب، كرهت شي حاجه، ما بقيتش باغا نخرج واخا عندي القناه في التليفون. فيا ما نخرج انا الاولى ونوري الاوديويات وندير بزاف د الحوايج، ولكن انا بنت الناس، انا ما مربيتش على داكشي، انا ما مربيش على داكشي استاذ. مين شات السيده في الصالون قالت لي واش هاد البنت هادي هي اللي كتبان في اليوتيوب؟ قلت لها هي انا. قالت لي واش هذاك داكشي اللي كيقول فيك راجلك واش بصح؟ حشومه عليك، علاش درتي لي ديك الحاله؟ قلت لها انا درت هكا. وبقيت كنعاود لها ما تيقاتنيش. دابا الخرجات ديالو اثرت عليك نفسانيا مزيان؟ اثرت عليا نفسانيا، انا ظالمني ظالمني. يعني الخرجات ديالو داكشي اللي يظلمك ضرك ضرك ظلمني، وداكشي كله ما كاين. هنا نعاود نرجع للاسم. ملي دخل كريم معك على الخط، انا اللي حاول 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 يساعدك. كيفاش كتشوفي الامور دابا؟ واخا انت متضمره ولكن لقيتي شويه اللي كيساعدك. شوف هذا مزيان دابا، هو علاش كيخرج كي انا ما حملنيش ما حملنيش فاش خويا كريم واقف معايا، واحد المغاربه كامل واقفين معايا، واحد فرشتو بين الناس الحقيقه. واخا غادي تناقشي معايا دابا تاني الجمعيه، صافي سيري معنا غادي معاك. أنا دخلت واحد الجمعيه على الخط اللي كتساعدك حتى هي، تكلمي. كنشكر بزاف مدام بقالي وكنجازيها بكل الشكر، والصراحه واحد الانسانه استقبلتني مزيان والله يجازيها بخير. اللي غادي تتبع واحد المسطره قانونيه ان شاء الله، اللي غادي نتابعه قانونيا لحقاش السيده هذا طغى بزاف، ولقاني ما عندي حتى شي واحد، ولكن الحمد لله عندي خوتي المغاربه، خويا كريم واقف معايا، واختي حايج، كل شيء وقف معايا الحمد لله، وبإذن الله سبحانه وتعالى، وبكم انتم إن شاء الله غادي نتجاوز هذه المرحلة. أختي الله يفرج عليك يا ربي، وحنا معاك والحمد لله المغاربة معاك، وأنت كيما الحال كتبقي بنت. موضوع ديال النقاش بين الزوج والزوجة كيعلموا الله عز وجل، ولكن الحقيقة الحمد لله كتبان، الناس عرفوا الحقيقة في مجموعة من المنابر، وكذلك هذاك اليوتيوبر مشكور اللي ساعدك بشكل كبير، وجمعية حقوقية كبيرة. كنتمنوا لك التوفيق إن شاء الله مشاهدينا الكرام، لتنوي الرأي العام أكثر في الموضوع. أي شاب شأن وشأن أي مغربية لها طموح في الحياة، إلا أن القضاء والقدر له رأي آخر. مشاهدينا الكرام، هي حاليا العامل النفسي عندها طاغي بشكل كبير، لانه مثل الزلات والخراجات، موضوع النقاش ديال الطرف الاخر صراحه القمه في الغرابه وعلامه استفهام. مشاهدينا الكرام، آية شابه اعطتني واحد الشق في نوع من الذكاء، القناه ديالها طالعه وبالامكان ديالها ان تباشر في القناه ديالها بدون تاثيرات وبلا مبالاه للطرف موضوع النقاش، الا ان لا خصال خاصة صراحة. مشاهدينا الكرام، آية كما قلت شابة طموح، دعم ديال أخ كريم اللي هو يوتيوبر معروف، ساعدها بشتى الطرق المشروعة والقانونية لتبيان الحقيقة والدفء ديالها كذلك مع الجمعية اللي كتمثل الحق المدني. هذه كتبقى بنت عندها تأثيرات نفسية. النداء ديالنا لجل المغاربة أننا نوقف معها حتى تدوز هذه المرحلة، على أساس النداء مرة أخرى كنوجه للطرف الثاني، لك الحق في النقاش أن تناقش الصلح أو المودة أو الرحمة إذا وافقت هي بطبيعة الحال، إذا ما وافقتش كيبقى الحق ديالها، ولكن بدون إساءة، لأنه آخر كلمات النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بالنساء خيرا. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع الملف ديالها وسوف نوافيكم دائما بالجديد. كل من ساهم او ساعد الاخت فهو مشكور. انا غادي نوضع رقم الهاتف ديالها باش المغاربه يتبعوا معها ما امكن، والمغاربه الحمد لله كرماء وقادرين انه يساعدوها في جميع النواحي. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.